السلام عليكم. اليوم غادي نصايبو واحد الفقاس ديال البيستاش مع الكرامبيريز. هذا واحد التوت، الا ما كانش تقدروا تستعملوا الزبيب في بلاصتو اولا المشماش، حتى هو قطعوه طريفات صغار كيجي زوين. غادي نحتاجو كاس العنبه ديال الزيت اللي هو 3 ارباع الكوب الامريكي، نص كاس العنبه ديال الزبده دايبه اللي هو ثلث الكاب الامريكي. عندي 100 غرام ديال الكرامبيريز اللي تعوضوه بالزبيب والمشماش كما قلت. عندي 100 غرام ديال البيستاش قطعته طريفات، ماشي بزاف غير شويه باش يبقى يبان. عندي 3 البيضات خماره ونص، عندي 200 غرام ديال السكر، وعندي الدقيق على حسب الخليط شحال غادي نحتاجه. غادي نبداو بالبيض ان شاء الله. نزيدو عليه السكر ونضربوه مزيان. نزيدو دابا الزيت والزبده بعد ما ضربنا داك البيض بالسكر مزيان. نسيت ما قلتش قبيله، فاني وحده اولا معلقه ديال السائل. دابا ندوزو باش نكمل الخليط ديالنا بالدقيق. غادي ندير خماره ونص اللي قلنا، بيستاش والكرامبيريز، ولا ديروا الزبيب بحال بحال، ونبدا ندير الدقيق. عندي هنايا نصف كوب ديال الامريكي وهذا كوب. غادي نكتب لكم المراتب بالغرام، كيتلفوا ليا ما كنعقلش عليهم مزيان، ولكن كما قلت من قبل راه كاين جدول في الانترنت كتعرفي فيه المقاييس كامله ديال الغرام مع المليلتر مع الكاس العنبه ومع هذا الكوب الامريكي. دابا درنا كوب ديال الدقيق، غنزيدو نصف وهذا كوب. دابا غادي نزيد دقيق، دابا غير نص كوب. دابا وصلنا 3 د الاكواب ونصف، مازال مطلوق عندي العجينه. انا درت الليغون لان هذا الفقاس كيتلصق شويه في اليدين حيت فيه الزيت والزبده قليله. من بعد ما جمعناها غادي نحيدوها نديروها هنايا فوق الزليجة ويكون فيها الدقيق كما قلت لان هذا الخليط كيتلصق. تقدروا ديروا الدقيق حتى في يديكم بحال هكذا. هنا غادي نقسمو على جوج، غنصايب جوج ديال لي غولو. هذا ما كندهنوه حتى بشي حاجه، كنخليوه غير هكا. غتبقاو ديروا هكا وتجمعوا هكا باش ديروا ليهم مزيان هكا. باش نجيب الغولو هو هذاك، نهزوه نحطوه في اللاطه. ونضغطو عليه شويه، نديروه كامل نفس العبار. هذا كيجي شويه طويل، هذا الفقاس ماشي بحال الفقاس البلدي ديالنا. الفران شعلته على درجات 450 اللي هي 180،
غادي نخليه في الوسط يطيب حتى يشد راسو مزيان، وغادي نخرجو لان مازال غادي خصني نقطعو. من بعد ما خرجتهم من الفران خليتهم بردو واحد 45 دقيقه عاد غنقطعهم. هو كيجي ساهل في التقطاع، ماشي بحال الفقاس العادي. كاين الناس اللي كيقطعوهم غلاد بحال هكا، كاين اللي كيديروهم مويان. سو هذا قياس مزيان، تقريبا صباع ديال العرض، كيجي محمر شويه من التحت، يعني غادي ندخلوه باش يطيب لينا من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ونقلبوه بحال اللي كنديروا الفقاس عادي. شوفوا شي موس اللي يكون ماضي ما يكونش ديال عنده سنان، موس عادي. وغادي نبقاو نشوفوا القياس اللي بغينا ونديروا هكا. ساهل هو في التقطع، غير سيروا معاه بشويه لان كاين بعض الطرفه ديال البيستاش اللي ما مقطعينش، باقيين شويه كبار. دابا هكا غايب شويه، ولكن كيجي فيه المنظر زوين ديال البيستاش والكرانبيريز، اولا حتى الزبيب غادي يجي مزيان بحال هكا. غادي نستفوهم في اللاطة نحمروه ونرجعو نشوفو. وهذا هو التقديم النهائي ديال الفقاس ديالنا ديال البيستاش والكرانبيريز. زوقتهم بالشكلاط، درت لهم الشكلاط البيض وبيستاش من الفوق، هو خصوصا مع الشكلاط البيض كيجي زوين بزاف. وهذا درت لهم الشكلاط العادي، حتى هما درت لهم البيستاش، هادو درت لهم الشكلاط من التحت، شكلاط من التحت بدلت الديكور، هادو درت في الجنب، هادو من الفوق. كيجي زوين مع القهوه مع اتاي، ولا تقدروا تخليوه هكا عادي ما فيه حتى شي حاجه، كيكون هو غليظ وكيجي كريسبي مقرمل، لان ما تحمروش بزاف بحال الفقاس ديالنا اللي كنديرو في المغرب، غير شويه. مهم تاكدوا بانه طايب من الداخل، ما بقات فيه حتى شي، ما بقاش فازق، ما بقاش معجن، يكون طايب. ونتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، وشكرا على المتابعه.